القلب جامعة الزقازيق. أهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، كنا عايزين نعرف حضرتك قدمت برزنتيشن السنة دي في حاجة جديدة، فيها موضوع جديد فكنا عايزين نتكلم عنه. احنا النهارده السنة دي قدمنا نوعين من البرزنتيشن. النوع الأولاني كان عن المشاكل والمضاعفات اللي بتحصل في حالات القسطرة، كانت مضاعفات خاصة بالقسطرة في مرضى كبار السن، أحد المضاعفات الميجور الكبيرة، وقدمنا من خلالها الدروس المستفادة إن إزاي الطبيب بالقسطرة يقدر يتعرف على مثل هذه المضاعفات وإزاي يقدر يعالجها بنجاح وينقذ حياة المريض. الجزء الثاني هو ده كان جزء مميز في مؤتمر اسكندريه السنه دي، اللي هو طب القلب الرياضي. طب القلب الرياضي هو اول مره السنه دي بيقدم جلسه كامله على مدى ساعه بيستعرض فيها مختلف المواضيع المتعلقه بطب القلب الرياضي، بدايه من استفاده المريض من ممارسه الرياضه، هل مريض القلب ممكن يمارس الرياضه ولا لا، وايه الرياضات المسموحه وايه الممنوعه لمريض القلب، ونوع الرياضه اللي يستخدمها مدتها قد ايه، ومدى القوة اللي بيقدر يتحملها أثناءها. بنضيف أيضا أنه موضوع موت القلب الفجائي وأحد المواضيع الخاصة بهذا الإشو، وهو بيوضح ليه بيحصل توقف قلب فجائي أو موت فجائي أثناء ممارسة الرياضات، أسبابها إزاي نتعرف عليها وإزاي نمنحها، لأن دي هتكون أهم الدروس المستفادة من الجلسة دي في مؤتمر كارديو أليكس. أعراض الشريان التاجي هي بتبتدي من أول ما يسمى بالذبحة الصدرية، وهي متدرجة ما بين ذبحة صدرية مستقرة وغير مستقرة، وصولا إلى جلطات القلب. وأيضا نقدر نضيف أن الموت الفجائي هو أحد أعراض اللي ممكن يجي بها مريض القلب. الذبحات الصدرية هي بتبتدأ من شعور بضيق خفيف بالصدر تدرجا إلى أنواع مختلفة من الآلام، طبيب القلب يقدر يميزها. دي جزء، والجزء الثاني اصبح دلوقتي ليس فقط موضوع الم الصدر والفحوصات المصاحبه ليه زي رسومات القلب والفحوصات الاجهاديه والقسطره، ايضا بقينا بنعمل حاجه اسمها التقييم العام او الشامل للمريض واحتماليه ان يكون عنده شريان تاجي، زي المرضى اللي عندهم السكر المدخنين بشراهه او مدخنين بصفه عامه، اللي عندهم امراض الكوليسترول، امراض الضغط، عندهم تاريخ عائلي موجب في امراض القلب، دول بيبقوا اعلى عرضه او استعداد للاصابه بامراض القلب من غيرهم. بالتالي احنا بنعمل حاجه اسمها ريسك بروفايل، ان احنا بنحدد مدى خطوره المريض دون واحتماليه ان يكون موجود، ونحدد نوع الفحوصات سواء التداخليه او الغير تداخليه اللي تقدر من شانها تشخص المرض او تستثني وجوده في هذا المرض. هل يوجد بديل للقسطره، علاج دوائي؟ القسطره هي جزء من العلاج. السبيكتروم او المدى اللي بنعالج بيه مريض الشريان التاجي بيبدا بعلاج دوائي وفي تدخل بالقسطره وفي تدخل جراحي، كلهم متكاملين، ولكل مرض ولكل طبيعه العلاج المناسب ليها، فما يوجدش فكره انه ده مكان ده، انما هو العلاج الدوائي ثابت في كل الامور، ولكن قد يكون علاج دوائي فقط، قد يكون علاج دوائي مصاحب للعلاج بالقسطره او مصاحب للعلاج بجراحه القلب المفتوح، ولكن كل واحد ليه اللي يناسبه عشان يكون علاجه صحيح وسليم. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك دكتور، شرفتنا النهارده. سعدنا بيكم، شكرا جزيلا.